كان الفساد انت ما لقيتوش للتو 5 سنين تحكي على اللوبيات، هاللوبيات لا شفناهم، لا لوبيات لا جلبانات لا محمصات، ما شفنا حتى شيء. كانك على تحملك المسؤوليه، انت شخص لا تريد تحمل المسؤوليه، خويا خلي لغيرك المجال، افسح لغيرك المجال، عطيناك فرصه 5 سنين انت تفرصك ويكفي، لانه البلاد بالحق ما عادتش تتحمل. لو كان فعلا شخصا وطنيا رجلا ولو كان صادقا سيتنحى قيس سعيد، لانه يا اخي اعترف، اعترف انه فما غيرك خير منك، ما عقرتش البلاد راهي، خلي غيرك راهم التوانسه تعبوا، الناس تمشي هايمة على وجه الارض. شوف تصلني يوميا يعني احوال البلاد، الشباب هجموا عليه بالمخدرات يمشي هايم جهامة على الله. اللي كبار وعندهم مسؤوليات مين باش تقبل؟ سامحني ماري، حسبنا في حلقات سابقه قداش تكلف قفه المواطن، وحسبنا يعني قداش يتكبد المواطن من عناء في ظل غلاء معيشه قاتل وكل شيء ما فماش. يعني كيفاش تجيب صغار في تونس تعيش، وكيفاش تربي صغار، كيفاش تداويهم وانت ما عندكش دواء، وانت حاله السبيطارات نتاعك كارثيه، وحاله التعليم نتاعك كارثيه. ما هي حاصلتك يا قيس سعيد؟ فيق على روحك وانظر للحقيقه امامك واضحه وضوح الشمس.